برعاية وزارة الدفاع الروسية، ونحن نعلم عدم شرعية هذه الجهود في منصة هذا المؤتمر. نوقشت دائما مسائل بناء المنظومة الدولية وكذلك تعزيز الثقة والتعاون بين الهيئات الدفاعية و الأمن العالمي، والكثير من التنبؤات قد تحققت. فالعملية العسكرية الخاصة قد وضعت نهاية لهيمنة الغرب المشتركة في المجال العسكري، ولا يمكن فرض الغرب لرغباته ومصالحه على الدول. وقد زاد دور الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لاستخدام الموارد الطبيعية والقدرات لتعزيز المصالح الوطنية، والتعاون العسكري سيعطي زخما للأمن العالمي. ونحن نرى اليوم كيف الغرب يدعم الفاشية والنازية في أوكرانيا، وهذا سيكون أساسا لنا لمكافحة النازية الجديدة والاستعمار الجديد. فالكثير من الدول قد أظهرت رغبتها في الانضمام إلى هذه العملية، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد بددت الأساطير حول الأسلحة الناتوية وكذلك سبل وأساليب الناتو في إجراء وشن الحروب. والمستشارون الأجانب يستخدمون العساكر والجنود في مختلف العمليات الاستخباراتية والهجومية باستخدام الأسلحة، حيث يقدم نظام زيلينسكي القوة البشرية لتحقيق مثل هذه التجارب. وبغض النظر عن المساعدة الشاملة والكاملة من قبل الغرب لأوكرانيا، لا تتمكن أوكرانيا من تحقيق النجاحات والأهداف. تمكنت القوات الروسية وبفضل مهنيتها وقدراتها العالية من صد الهجمات المضادة لأوكرانيا، وبمحصلة هذه العملية تبين أن القدرات العسكرية لأوكرانيا قد بدأت تنتهي وتتلاشى، والغرب بدأت تضمحل لديه المعدات العسكرية، وبالتالي يتم تنظيف وتطهير الأسواق من المعدات الأمريكية الصنع. ولكن يجب على شركاء أمريكا أن تدفع لها الكثير من الأموال وكذلك الحد من سيادتها في مجال الأمن. فالسياسة الدفاعية لأوروبا تخضع بشكل كامل للولايات المتحدة. إن العملية العسكرية الخاصة بالنسبة لروسيا كانت تجربة كبيرة، حيث بوقت قليل علينا أن نحل كل المشاكل الاستراتيجية وكذلك كشف تكتيك العدو وتعزيز الأسلحة للقوات الروسية. ونتيجة التحاليل والدراسات يتم تعزيز القدرات الضاربة والنارية للقوات الروسية والجيوش الروسية، وتم زيادة إنتاج المدافع والدبابات والمدرعات وكذلك المسيرات. لذلك لا بد من رفع الإنتاج للذخائر وتحت ظل العقوبات الغربية
الغربية يتحتم علينا إيجاد طرق لزيادة هذا الإنتاج. وأؤكد هنا بأنه بالنسبة للأسلحة الروسية لا شيء يمكن أن يقهرها اليوم على الأرض، وإن كما كانت الأسلحة السوفيتية والروسية تتفوق على نظيراتها الغربية، فنحن نرى كيف تقوم أسلحتنا بتدمير الدبابات والصواريخ الغربية. و بنماذج الأسلحة التي تم اغتنامها يمكن أن تتعرفوا عليها وتروها في حديقة المعارض باتريوت. و وفق تصريح بعض المسؤولين في الناتو يتم تدريب أكثر من 65 أو 70 ألف جندي أوكراني، ومعظم من تم تدريبهم أرسلوا إلى الخطوط الأمامية وتم أسرهم، و كانت تصريحات هؤلاء الأسرى عن التدريب في دول الناتو سلبية جدا، والخبرات التي نغتنمها اليوم يتم استخدامها في تدريب الخبراء الروس والأجانب في معاهدنا، وإن الرجولة والمهنية التي يظهرها جنودنا بغض النظر عن أنهم بعقود أو بأنهم مجندون ويغتنموا الفرصة هنا. أود أن أشكر جنودنا وضباطنا وجنرالاتنا الذين موجودون اليوم على ساحات القتال، والذين يقاتلون ضد النازية جديدة ويحافظون على مواقعنا، ولدعم هذه القوات يتم تدريب القوات، ونشكرهم جدا على حبهم للوطن. أصدقائي الأعزاء، أود أن أتوقف هنا على معايير الإنسانية خلال العمليات العسكرية. منذ الأيام الأولى قامت القوات الأوكرانية باستخدام المنشآت المدنية لنشر الأسلحة والمعدات العسكرية فيها، يتم نشر الأسلحة الثقيلة في المنشآت المدنية، ولا يتم إبعاد المدنيين بل يتم استخدامهم كدروع بشرية، ولكن الأوضاع حول محطة زاباروجيا النووية تستمر القوات الأوكرانية باستهدافها بهدف إشعال كارثة نووية. نحن نقدم كل المعلومات للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك الهيئات المعنية مثل الصليب الأحمر وغيرها، ولكن لا نرى أي ردود فعل. إن المسؤولون العالميون لا يجدون أي مبرر أو أي معلومات لإثبات انتهاك أوكرانيا للحقوق والمعايير الإنسانية. وفيما يخص صفقة البحر الأسود، تم استغلالها في موانئ أديسا وغيرها من خلال نقل الأسلحة والذخائر إلى الخطوط الأمامية. إضافة إلى ذلك يتم استخدام الممرات الإنسانية لنقل الحبوب من قبل أوكرانيا بالهجمات باستخدام المسيرات والزوارق المسيرة للهجوم على أسطول البحر الأسود في القرم. وفيما يخص مسألة، وهذا يؤثر على مسألة استمرار أو وقف الصفقة، وهناك أيضا مسألة أخرى إنسانية، حيث قامت الولايات المتحدة بتقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا، ونحن نعلم تأثيرها على المدنيين. Использование.
الأمريكان بحد نفسهم بأن استخدام الذخائر العنقودية تعتبر جرائم حرب، ولكنهم دون الطرف فحسب، بل يقومون بتزويد كييف بهذه القنابل. وأود التذكير بأن لدى روسيا أيضا قنابل عنقودية، ولكن لأسباب إنسانية لم نستخدمها، ولكن على الواقع الجديد سوف ننظر في أمر استخدامها. وخلال العملية العسكرية الخاصة يتم تحرير الأسرى الروس لدى القوات الأوكرانية، حيث يتم التنسيق من أجل العمل للعثور على مناطق حجز الأسرى، وكذلك محاولة تحريرهم. ولكن بالأخذ بالاعتبار عدم قابلية أوكرانيا للحوار، هذا يصعب الموضوع في تبادل الأسرى. سيداتي وسادتي أصدقائي، إن الدور الرائد لتحرير الدول مرة أخرى تأخذه على عاتقها روسيا، حيث تقوم القوات الغربية بإشعال الحروب والأزمات في كافة أنحاء العالم، ويقومون بفرض مصالحهم الخاصة، ويقومون بالقضاء على كل من يعارضهم ولا يوافق معهم. فنرى التواجد الأمريكي والغربي في الدول الأفريقية والآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، ونرى استمرار في بناء القواعد العسكرية الأمريكية، إضافة إلى تقدم البنى العسكرية للناتو في إلى المحيطين الهادي والهندي، ما يقوض أمن مجموعة آسيان. وبجذب الدول الأوروبية والأمريكية يقومون بحل المسائل الأمنية الإقليمية على مزاجهم، ويقومون بصنع تحالفات مثل أوكس. ومشروع إظهار هذا أو بناء هذا الاتحاد كان من أجل الردع النووي، وبدلا من حل المسائل الأساسية مثل الطب العسكري وكذلك نزع الألغام وغيرها، يقومون بحل المسائل الاقتصادية لهم. ولا أظن بأن مثل هذه المناقشات وهذه المسائل ترضي الدول الإقليمية في هذه المنطقة، ولكن نرى أن أساليب روسيا وأساليب الغرب في حل مثل هذه المسائل تختلف تماما. نرى الكثير من المشاريع التي تشابه تماما زعزعة الأوضاع في أوكرانيا، من خلال زيادة النزعة التمييزية والعنصرية في وسائل الإعلام، حيث يتم كل ذلك بدعم من النخبة الأوروبية. ولكن نسمع في الوقت ذاته من واشنطن تصريحات ومطالبات بتعزيز الحوار مع الصين. اليوم إن موسكو وبكين قد أعلنت من قبل الولايات المتحدة كعدوين استراتيجيين، وبالتالي كل ذلك لمكافحة هذه الدولتين. وفي هذه الظروف تمكنت روسيا والصين من تعزيز التعاون والاتصالات فيما بينها لتكون أكثر من شريكين استراتيجيين. ومن أهم الشركاء الاستراتيجيين أيضا لروسيا هي الهند، ولدينا كذلك مع الهند علاقات
متعددة المنافع وكذلك مع الفيتنام وغيرها من الدول في آسيا، إضافة إلى الأوضاع في كوريا في شبه الجزيرة الكورية، بتجربتي أنا خلال زيارتي إلى كوريا الشمالية، تحاول كوريا الشمالية من الحفاظ على أمنها، فالعقوبات والحصار لم يمنع هذه الدولة من تعزيز أمنها واقتصادها وحل المسائل الدفاعية، والتعاون بين الدولتين يصب في مصلحة شعبي بلدينا. وكذلك الأوضاع إيجابية في الشرق الأوسط، فعودة سوريا إلى الجامعة العربية أصبحت عاملا للاستقرار في كافة المنطقة، وهذا الحل وهذه المسألة تحمل طابعا استراتيجيا، إضافة إلى ذلك تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية تساعد على إنشاء منظومة أمن مستقلة، ولكن الولايات المتحدة والغرب تحاول مجددا زعزعة الأوضاع في المنطقة، لذلك علينا أن نستعد للأوضاع السلبية. إضافة إلى ذلك تظهر الكثير من المراكز المستقلة في المسائل العسكرية، لذلك روسيا تحافظ على علاقاتها مع الدول في هذا المجال لبناء منظومة متعددة الأقطاب. إن أمن حلفاء روسيا في معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومن أولويات وزارة الدفاع الروسية، فمن أجل هذه المسألة يتم تعزيز الأمن في أفغانستان، فبعد 20 عاما من تواجد الولايات المتحدة والناتو في هذه المنطقة ازداد مستوى الإرهاب والتجار بالمخدرات وكذلك المجموعات الإرهابية. من ناحية يقوم الغرب بإشعال النزاعات في إحدى دول حليفة لروسيا، وبعد ذلك من ناحية أخرى يقدمون العون في حل هذه المشكلة، لكن دون الأخذ بمصالح المواطنين في هذه الدول. إن استقرار الدولة واستقرار السلطة لا يؤخذ بالحسبان من قبل الغرب، فإن مهمة مساعدة الدول الحليفة والحفاظ على استقرارها تعتبر من المهام الأولية لوزارة الدفاع، من خلال تعزيز التعاون وتدريب الكوادر وتقديم المعدات والعتاد العسكري، ودور الرئيسي في تعزيز الأمن والسياسي والاقتصادي لروسيا، هي أهمية أولوية لروسيا على سائر تاريخها، على مدى تاريخها. اهتمام الكبير للقطب الشمالي بدأت تظهره الكثير من دول خارج هذه المنطقة، حيث يتم بعض الأعمال على حدود روسيا، وهناك الكثير من الشركات التي تحاول تشويه سمعة روسيا في هذه المنطقة من خلال تقويض أمن الملاحة في المنطقة الشمالية وزعزعة الأمن في هذه المنطقة. إن الأعمال العسكرية للناتو قد زادت بعد دخول فنلندا إلى هذا الحلف، ولكن بالنسبة لنا يبقى سؤال مفتوحا، ما الذي دفع سلكهوم وهلسنكي للدخول في هذا الحلف مقاومة ومجابهة روسيا؟ فلم يكن هناك أي تغييرات من قبل روسيا في التعامل مع هذه الدولتين، ولكن سوف تعمل روسيا على تعزيز أمنها ومكافحة كل هذه المظاهر من خلال تعزيز دولة الاتحاد ومن خلال
العملية العسكرية في أوكرانيا حاول الغرب إلحاق الأضرار في بروسيا ولكن هذا لن ينجح. نرى اليوم أصدقائي الأعزاء في أمريكا اللاتينية رفضا كاملا للخضوع والكثير من القوى تحاول أن تظهر دورها الهام في العالم المعاصر وهناك تعاون كبير مع المنظمات المستقلة وهناك آفاق كبيرة وواسعة للتصدي لمعاهدة مونرو الأمريكية التي تفرض على دول المنطقة. نحن ممتنون بشكل كبير لوزارات الدفاع لكوبا ونيكاراغوا ولدعمها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونحن مستعدون لتقاسم كل التجربات لرفع مستوى الجيوش. إن المصالح الوطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لذلك لابد من تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية حيث يتم هناك مشاورات وتبادل آراء وعلينا أن نكثفها على خلفية المجابهة العنيفة التي نشهدها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك هناك لدينا علاقات جيدة مع دول أفريقيا وهذا ما أظهرته قمة روسيا أفريقيا التي أنهت أعمالها منذ فترة وجيزة في سان بطرسبورغ وتمكنا من مناقشة القطاعات الدفاعية والعسكرية في أفريقيا حيث تحاول دول الغرب من تقويض هذا التعاون ولكن خلال المناقشات في قمة روسيا أفريقيا أظهرت بأن مجابهة الاستعمارية الجديدة وكذلك مكافحة الإرهاب تعتبر أساسا للتعاون ونحن واثقون من أن دول أفريقيا عليها أن تمتلك جيوش معاصرة مجهزة بأحدث الأسلحة لتعزيز أمنها الوطني. إن تصرفات الغرب في القارة الأفريقية موجهة للحفاظ على إمكانية سحب الموارد من خلال دعم الأزمات والتوترات في هذه المنطقة حيث يقومون بدعم المجموعات الإرهابية والانفصالية وفي الوقت ذاته يتم تجهيز قواعد للتواجد لما يسمى بالقوات حفظ الأمن فمن خلال تواجد لعدد كبير من السنوات لم تتمكن القوات الأوروبية وعلى رأسها فرنسا من الحفاظ على الأمن والقضاء على الإرهاب لذلك اضطرت هذه القوات بالاعتراف بفشلها ولكن روسيا تحاول توسيع تعاونها وتعزيزه مع دول أفريقيا في مجال التعاون العسكري والعسكري التقني. سيداتي وسادتي إن مشاركتنا في مؤتمر موسكو يملك معيارا سياسيا مهما وتؤكد على دور الوزارات والهيئات الدفاعية للدول الصديقة في حل المسائل فنحن معا يمكننا أن نعزز الاستقرار والسلام شعوبنا. أتمنى للجميع لقاءات مفيدة ونقاشات مهمة ضمن مخطط هذه المؤتمر وكذلك طاولات المستديرة وشكرا لاهتمامكم.